يا حبدا لوحة في الخلد نابتة ما مثلها نبتت في الخلد من شجر المصطفى أصلها والفرع فاطمة المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر علي التبر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب أني جميع المسلمين والمسلمات وإخواني المؤمنين والمؤمنات بمناسبة مولد الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام أرفع أسمايات التهاني والتبريكات إلى سيدي مولاي الإمام علي بن أبي طالب وإلى الحجة عجل الله تعالى فرجه وإلى الأمة الإسلامية بهذه المناسبة السعيدة وكل عام وأنتم بخير. أهني هذه الليلة بهالليلة المبروكة ليالي العظيمة إن شاء الله بمناسبة مولد الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام وقائد الغر المحجلين أقدم التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي ومولاي الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه وإلى علماء الأمة وإلى أهل قريتنا قرية النويدرات وإلى جميع من يشاركنا إن شاء الله حفل الإمام علي مولد الإمام علي بن أبي طالب وكل عام وأنتم بخير وبارك الله فيكم. الله يبارك فيكم إن شاء الله ويهنيكم إن شاء الله بالخير ويعودكم إن شاء الله على هذا الشهر المبروك. سيدي ومولاي رسول الله بمولد أمير المؤمنين نبارك للأمة الإسلامية مولد النبي العظيم الإمام علي عليه السلام وسيعود عليكم إن شاء الله بكل خير وبارك السلام. أهنيكم بالمولد الإمام علي بن أبي طالب وهني صاحب العصر الزمان وهني المراجع العظام وجميع المسلمين بهذه المناسبة نرفع اسم التهاني إلى مقام الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام بمناسبة ولادة جده الإمام علي عليه السلام وإلى كافة المؤمنين في كل مشارق الأرض ومغاربها نهني مراجع العظام بهذا المولود العظيم بهذا اليوم العظيم ويبقى علي ذكري وخير السبل